أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن طير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود
وقال يا نمل ادخلوا مساكنكم
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب وقال رب أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوجعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا
What's going on?
وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعبد ويعلم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم من الكاذبين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين
وَدَخَلَ اللَّهُ